رانا مع دكتور سليمان بيروك رئيس الاتحاد الجزائري لمرضى التصلب الوحي امس. وبهذه المناسبه راح نستغلوا هذا الحضور تاعو معنا باش نطرحوا عليه بعض الاسئله. السلام عليكم دكتور بيروك. السلام عليكم، مرحبا بكم. مرحبا بك. بك هلا دكتور بيروك. صافي 2 جوغ و 3 جوغ تلاقيت بك خارج مستشفى القبه، غير الخير. صح شفتني خارج نهار النهار هذاك، رحت باش درت الفاكسان تاعي الانتيكوري كوفيد. درت اللقاح نتاع ضد الكوفيد، كوفيد 19. اكزاكتومون. بشفى عليك دكتور. الله يسلمك. دكتور عندي سؤال دكتور بيروك كونسيرنو لو فاكسان، مع لا كومبان هذه اللي رانا نشوفوا فيها الحمله الاشهاريه نتاع التطعيم نتاع ضد داء الكوفيد 19، ماذا بيا نسقسيك سؤال كونسيرنو لي مالاد نتاع لا سكليروز اون بلاك، هل المرضى تاع التصلب اللويحي يقدروا يديروا هذا الفاكسان؟ صح يقدروا يديروا هذا الفاكسان، ومام إلي كونسيي المرضى التصلب اللويحي، وخاصة عندنا الفيدرالية العالمية لأمراض الأعصاب WFN، وعندنا أوسي لا MSIF Multiple Sclerosis International Federation، هي الفيدرالية الاتحادية العالمية لمرضى التصلب اللويحي. هادو مؤسسات كثيرة اللي راح تلح على 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 الفاكسيناسيون، على التطعيم ضد الكوفيد لمرضى التصلب اللويحي. يعني هاد المنظمات العالمية ينصحوا باش المرضى نتاع لا سكليروز اون بلاك يديروا الفاكسان تاعهم. مليح. بصح عندي سؤال واحد اخر دكتور بيروك، واللي ما يحبش يدير لو فاكسان من المرضى ما يحبش يدير الفاكسان. اللي ما يحبش يدير يعني هذا ماشي مجبر. ما كان التطعيم ضد التلقيح والتطعيم ضد الكوفيد 19 ماشي اجباري، نعاودها ماشي اجباري. بصح انا واش انا لكن نهضروا واش رايي انا كرئيس الجمعيه الاتحاد الجزائري لمرضى التصلب اللويحي، وكطبيب وك واحد اللي دخل في الصحه، راني طبيب، انا ننصح باش يديروا الفاكسان انتي كوفيد. علاه؟ على خاطرش كاين ديجا هو المريض تاع التصلب اللويحي عنده مشكل في المناعه تاعو، يعني خلل في المناعه، والدواء اللي راه يستعملو كاين دواء اللي ليمينو مودولاتور كيما اللي معدل للمناعه، وكاين لي زيمينو سوبريسور اللي ينقصوا المناعه لحد ما. هادو اللي بداو بهم الاول، اللي قالوا لازمهم يستعملوا ضد الكوفيد، ونوتامون اللي يستعملوا الريتيكسوماب ولوكريبوس، بداو بهم على خاطر واش شافوا باللي الاعراض عند هذا المرضى متضاعفه. ما المرض يقدروا يمرضوا كما كل الناس، وبصح ما نعرفوش لا سويت تاع لا مالادي هذه، كي تمرض بالكوفيد الفيروس يدخل يقدر يتكاثر لا ما النهايه، وما على بالناش كيفاش نقدروا نحبسوا. ما كانش دواء درك اللي باش يحبس. اي لي كونسيكونس بوف تاتر غراف، كو سوا تاع لاسيب ولا اللي ماشي لاسيب، انا نهضر اون جينيرال لا اوسي. دونك باش نتفاداو هاد لي كونسيكونس، كي نطعموا كي نديروا لا فاكسيناسيون، واش هي؟ سيكو نعاودو نسونسيبيليزيو الكور تاعنا باش يخدم لي زونتيكور اونتي كوفيد هذا، ونقصو من حدة المرض. هذه هي. بارك الله فيك طبيب على هذه النصيحة. دونك المرضى هادو تاع التصلب اللويحي هل يروحوا يتلقحوا مباشرة؟ يروحوا لي سونتر دو فاكسيناسيون اللي راهم ان بو بارتو في البلاد، ولا لازم يروحوا يجيبوا لاكور ميديكال من الطبيب المعالج ديالهم؟ هي انا ننصحهم دوك باش يروحوا يشوفوا مع الطبيب اللي راه يعالج فيهم، لو نورولوج تاعهم. علاش؟ على خاطرش الا راح لو سونتر
او يلوموا له تمتم كان اسئله من قبل ما نلقحوا، والا كان قال او لازم يقول لهم باللي راني مريض اتصلوا باللويحه يكون عندنا لازم عندنا الامر من عند طبيب المعالج تاعك النورولوج على خاطر ماش الادويه ماشي كامل كيف وما وكاين برنامج كيفاش يلقحوا مرضى التصلب اللويحي بالنسبه للادويه اللي راهم ياخذوا فيها اصلي. بارك الله فيك دكتور بيروك. عندك حاجه اخرى تقدر تضيفها لنا في هذه النصيحه تزيد تنصحنا فيها؟ النصيحه اللي نقولها يعني على بالي احنا عند مع هذا المنصه تاع التواصل الاجتماعي اداره فينا حاله، رانا نشوفوا لي فيديو من كل نوع من كل نوع اللي تهضر على عدو كامل يهضروا على 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 كوفيد ويهضروا على لي فاكسان ويهضروا ما نقدرش نقول لكم حتى اي مدى راهم يهضروا. انا ننصحكم كاين حاجه احنا كناس كاشخاص يا ودي عندنا طبيب تاعنا طبيب اللي يداوينا يا ودي هو اللي يسمع له. انا مادامني عطيت له الكور تاع الدات تاعي باش يداويني سمع هو اللي ينصحني في هذه، ما نسمع لا الاكس لا الايكغيك في منصات التواصل الاجتماعي. بارك الله فيك طبيب، بارك الله فيك، يعطيك الصحة على هذه النصيحة. والمرضى راه مسمعونا، اللي يحب يروح يتابع نصيحة تاع دكتور بيروك إن شاء الله يروح يلقح، اللي عنده نظرة واحدة أخرى ولا يشوف حاجة واحدة أخرى يتحمل المسؤولية ديالو. هذيك هي ولدي. فوالا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. يشفينا ويشفي الجميع من هذا المرض ومن هذا الكوفيد وسيم. بارك الله فيك. لا كبير لا صغير. بارك الله فيك دكتور. ميرسي بوكو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام.